السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج استخراج فاتورة من محل المكتبة، حجم البرنامج 4 ميجا زي ما انتوا شايفين اهي. بتخش عليه كده اهو، بيبقى هنا رقم الفاتورة 1، وبتكتب اسم العميل وبتحدد الأصناف. هنا لو مفيش أصناف بتعمل تكويد للأصناف من جديد، اسم الصنف مثلا خرامة، ورق، الوحدة مثلا عدد ب5 جنيه، جلاد ألوان مثلا عدد مثلا بجنيه، وهكذا يعني. ونعمل إغلاق وبينزلوا هنا تلقائي، وتكتب الكميات اللي إيه اللي اتصرفت من الحاجات ديت، وبتعمل طباعة للفاتورة اهيت. طبعا البانر والحاجات دي بتعمل لها إعادة رأس الفاتورة. مثلا هنا ايه، مكتبة خالد اغلاق، إعادة رأس الفاتورة مكتبة خالد، لكن الأسفل تحت الأسفل الفاتورة بتكتب هنا أرقام التليفون، بتكتب خالد أرقام التليفون، أرقام التليفونات وهكذا يعني. لما تقدر تبيع الحاجات ديت، مثلا هنا مثلا كمية، احنا عاملين 7000 جنيه اهو، 1000 واحدة مثلا، ودي مطباعة، فبيظهر معاك المكتبة فوق اهي ومكتبة خالد الكهرباء، وتطبع عادي مفيش أي حاجة. وبرضك لو أنت حابب، هنا عشان مفيش طباعة عندي فعشان كده عملت كده يعني. بس ده بالنسبة للبرنامج يعني، تحميل أسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.